مندور سوف نوقع عددا من الاتفاقيات الرسمية مع روسيا في المجال الإنساني والثقافي والسياسي. شكرا لمعالي الوزير سيرجي لافروف وروسيا الاتحادية والحكومة الروسية على كرم وحفاوة الاستقبال، ونحن نأمل أن السنة الحالية ستكون أحسن وأفضل من السنة الماضية بالنسبة لنا جميعا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت شما بسم الله الرحمن الرحیم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارم به این سوال بنده هر دو وزیر پاسخ بدن با توجه به تحولات جدید در عرصه جهانی الوزيرين كيف تقيمون العلاقات الروسية الإيرانية في ظل تغير الإدارة الأمريكية؟ كيف يمكن تقييم ذلك؟ إن علاقاتنا بين روسيا وإيران ودية وصديقة، ونحن نتعاون في بحر القزوين وننخرط في مختلف الصيغ والإطارات وبشكل ثنائي. إن علاقتنا تتحسن وتتطور في مصلحة شعبين، وبالطبع الوضع الذي يتشكل حاليا عالميا ينعكس نوعا ما على علاقتنا، إذ أن بعض زملائنا الغربيين يماطلون في تحسين علاقتنا الثنائية. نحن نعتبر ذلك كمحاولات غير شرعية أو قانونية لفرض بعض القيود والعقوبات علينا، ونحن نعتبر هذه المحاولات غير شرعية وبخاصة من قبل الولايات المتحدة أو إدارة الأمريكية السابقة التي كانت تفرض علينا مزيدا من القيود والعقوبات. وبالطبع نحن نتعاون في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة، وبالطبع نحن نحاول إعلاء سوية علاقاتنا. أما فيما يتعلق بالفترة الجديدة أو ما يسمى بتغير الإدارة الأمريكية، فبالطبع كانت هناك كثير من التصريحات من قبل فريق جو بايدن الذي أدلى بتصريحات بشأن خطته في السياسة الخارجية أو ما يسمى بالعودة إلى الملف النووي الإيراني أو خطة العمل الإيرانية. وإن يحدث ذلك فسوف نرحب هذا الأمر بطبيعة الحال، وقد أعلن غير مرة أن جميع اللاعبين والمشاركين في هذا الاتفاقية الإيرانية النووية يجب أن يعود إلى الالتزام بتعهداتهم دون ما استثناء. وفي حالة التوصل إلى هذه النتيجة فبطبيعة الحال العلاقات الإيرانية الروسية ستربح في هذه اللحظة، وللأسف الشديد تحافظ بعض العقوبات والقيود علينا من قبل الدول الغربية. أنا أتفق بشكل تام على تصريحات لافروف. العلاقات الروسية الإيرانية عريقة جدا وقديمة جدا. روسيا وإيران دولة جيران، ولدينا آراء وأفكار مشتركة في الأجندة الدولية والإقليمية، ونحن نقوم بكل ما في وسعنا لاستتباب الأوضاع في العالم، مثلا في سوريا واليمن وأفغانستان
ولقوقاز هذه المشاكل مختلفة، ولكن على أي حال نحن نقوم بكل ما في وسعنا لحل هذه القضايا جميعا. وإن تاريخ العلاقات أطول من تاريخ الولايات المتحدة كدولة، وبالطبع نحن نأمل أن تقوم الولايات المتحدة بألا تخرق علاقتنا الودية والصديقة مع روسيا. وبالطبع كانت في السابق الولايات المتحدة معطلت في تحسين علاقتنا، أما فيما يتعلق بالتصريحات الجديدة من الإدارة الأمريكية فأعتقد أن هذه فقط أقوال لا أعمال. وعندما ترفع القيود والعقوبات الولايات المتحدة فسوف نتصرف بشكل مختلف، وسوف نرى فيما سيحدث لاحقا. وبالطبع في حالة تخلي الولايات المتحدة عن هذه القيود والحواجز البيروقراطية التي نواجه حاليا، فبالطبع هذه القيود تشكل عقبة بالنسبة لنا. تحية طيبة مع الوزير. تحية طيبة، لدي السؤال. إيران قامت بخمس خطوات لتقليص التخصيب اليورانيوم. البعض يعتقدون أن هذا الأمر غير جيد تماما. هل يمكن أن تتخلى إيران عن برنامج النووي الإيراني وتقليص تخصيب اليورانيوم؟ كيف يمكن حل القضية المتعلقة بتقديم السماح لمختلف الخبراء بزيارة المنشأة النووية الإيرانية وتفقدها؟ كما تعرفون إيران ملتزمة بالوكالة العالمية للطاقة الذرية، وبالطبع نحن كنا نلتزم بتعهداتنا. الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها حتى في عهد باراك أوباما. وللأسف الشديد الالتزام غير النهائي أدى إلى عواقب وخيمة. وبعد ذلك في عام 2018 عندما ترامب انسحب من الاتفاقية وشكل عديدا من المشاكل والعقبات، فبالطبع هذا لا يأتي في مصلحة جميع اللاعبين والدول المشاركة في هذه الاتفاقية الرسمية. وحتى كانت هناك كثير من المناقشات في الأمم المتحدة بشأن هذه المصيبة، ونحن كان ندعو إلى جميع البلدان الأوروبية للالتزام بتعهداتها، ولكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك. وقد قلنا للصين وروسيا أنه في حالة عدم تنفيذ جميع التعهدات من مختلف اللاعبين وبخاصة اللاعبين يجب علينا تقليص مسؤولياتنا.
بشأن تعهداتنا. ومنذ مايو عام 2018 قلصنا المسؤوليات والصلاحيات بشأن هذه الاتفاقية، وبغض النظر عن المساعدات الروسية والصينية في هذا المسار وبشأن هذه الاتفاقية النووية، للأسف الشديد بعض الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها. ونعم، وصلت الإدارة الجديدة في أمريكا ولم نرى أي أفعال، فقط أقوال. هم يقولون ولا يفعلون أي شيء، ويجب علينا أن نقوم بإنتاج. أن هناك تخصيب للعشرين في المائة للإيران، ومن الواحد والعشرين من شباط إلى الثالث والعشرين من شباط يجب علينا أن ننهي العمل في وفقا لهذا البروتوكول. وخلال هذه الفترة إذا لم تقم هناك أي أعمال جيدة لإعادة تعاوننا الاقتصادي إلى سبله الطبيعية، ووضعت الولايات المتحدة حدا لعقوباتها وعدم التدخل في التعاون الاقتصادي بين إيران والعالم، سوف نوقف هذه العملية، وحينها إيران سوف تقوم بالالتزام بكافة أو تنفيذ كافة التزاماتها، ولن نسمح وسوف نسمح لوصول الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الالتزامات التي كنا قد خلصناها سوف نعود إلى تنفيذ جميع التزاماتنا، وهذا سوف يتم على أعلى المستويات. ورئيسنا وقائدنا الروحي أيضا كان قد قال بأننا في حال أن الولايات المتحدة رفعت عقوباتها سوف نعود إلى الوضع الأول، وكما قلنا لعدة مرات وكررناها اليوم، فإن روسيا مهتمة بأن إيران سوف أو ابتعاد إيران عن الالتزام بخطط العمل الشاملة والمشتركة، ونحن نفهم جوهر هذه المشكلة مبنية على عدم الالتزام وخرق إدارة ترامب لالتزاماتها وفقا للقرار 2231 الذي كان قد وافق على هذه الخطة، وليس فقط خرق الولايات المتحدة في جوهر هذه المشكلة، وإنما واشنطن كانت قد طلبت من كافة دول العالم بعدم تنفيذ القرار 2231 في ذلك الجزء الذي يضمن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية إيران. ونحن نفهم أن المشكلة بجذرها استمر العمل مع الجهة الأوروبية لهذه الخطة، وكان هناك عدد من الدول التي لا ترغب بالاختلاف مع الولايات المتحدة، ولكن فإن العقوبات التي كانت حول إيران وفي الولايات المتحدة وليس فقط في الولايات المتحدة رغبوا بأن تضييق هذه العقوبات، وسمعنا أن الولايات رئيس الولايات المتحدة ترامب كان أول رئيس لم يقم بأي حرب، وفي إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة وفي خارج الولايات المتحدة كانوا يعملون على أن خروج الولايات المتحدة من هذه الخطة يعمل لاستفزاز إيران وبدأ